السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من فضاء حر نناقش فيها مدى امكانيه استمرار علاقه الشرعيه بالتحالف العربي بعد اتساع دائره الخلاف بينهما حول اداره الازمه اليمنيه. تدخل عمليات التحالف العربي في اليمن عامها الرابع دون أن تحقق الأهداف التي أعلنت عشية 26 مارس 2015. لم تعد الشرعية ولم يقضى على الانقلاب، بل يقول كثيرون إن الانقلابيين اليوم أقوى منهم قبل 3 سنوات، إذ أصبحت صواريخهم تصل إلى الرياض في حين لم تكن لديهم هذه القدرات الصاروخية. وعلى مستوى إعادة الشرعية، جرت تصفية العاصمة المؤقتة عدن من أبرز مسؤولي الشرعية ودعم التحالف لكيان سياسي ينفذ انقلابا سياسيا وعسكريا على الشرعية نفسها. إذا كان لدينا انقلاب واحد في صنعاء، فقد أصبح لدينا انقلابات عديدة في مختلف المحافظات المحررة، فهل لا يزال هناك مبرر لبقاء التحالف في اليمن؟ قبل أيام ارتفعت أصوات العديد من المسؤولين الحكوميين احتجاجا على انحراف أجندات التحالف في اليمن، وأبدت الحكومة لمجلس الأمن امتعاضها من الممارسات غير القانونية للتحالف في المناطق المحررة. فهل تكون هذه الخطوات مقدمة لتصحيح العلاقة مع التحالف أم لفك الارتباط عنه؟ نتساءل أيضا، هل أجندة الرياض وأبو ظبي متفقة تماما أم أنها مختلفة كما يقول بعض المسؤولين الحكوميين؟ ما هي المسؤولية القانونية والتأريخية على الشرعية إذا ما استمرت في توفير الغطاء القانوني لما يصفه البعض بالاحتلال من قبل الإمارات؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة مع ضيوفنا من الرياض الكاتب الصحفي وليد الأبارة، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. في البداية أبدأ معكما ضيفي الكريمين مع السؤال المشترك، هل لا يزال بالإمكان إعادة توحيد أجندة التحالف والشرعية في معركة اليمن؟ البداية مع الأستاذ وليد. أستاذ وليد، هل سمعتني؟ سمعتك. نعم نعم، تفضل. مساء الخير لك ولكل الأخوة المشاهدين. أهلا بك. أولا، على الصعيد الرسمي لا يوجد تأكيدات أو تصريحات رسمية سواء من مسؤولي الحكومة الشرعية أو من التحالف، أقصد على المستوى الرسمي عن طريق المعبر على الحكومة الناطقة الرسمية أو عن طريق رئيس الحكومة أو وزير الخارجية لكلا الطرفين. هذا أولا. ثانيا، أعتقد على أن التحالف الموجود بين الشرعية والتحالف العربي هو تحالف اضطراري وليس اختياري، بمعنى كلاهما لديه نفس الغاية وهو إسقاط هزيمة الحوثيين عسكريا، لأنه لا تستطيع الحكومة أن تعود إلى العاصمة صنعاء وأن تمارس مهامها الدستورية إن لم يتم هزيمة الحوثيين عسكريا. كذلك لا يمكن أبدا ضمان أمن المملكة بشكل رئيس إن لم يتم تدمير القوة الصاروخية والعسكرية للتحالف. هناك تحديات تواجه هذه العلاقة، صحيح جزء منها يتعلق بالأداء، جزء منها هناك أطراف أيضا تدفع بالدفع بهذه العلاقة أن تصل إلى حالة من الشقاق أو كذا، بمعنى مثل ما التحالف يدفع الانقلابيين في صنعاء أو الميليشيات مع المؤتمر الشعبي العام إلى إيجاد خط فاصل بينهم كما حدث وشاهدنا. أيضا هناك الانقلابيين بشكل أو بآخر يحاولوا يدفعوا بهذه العلاقة إلى مرحلة من التأزم و... نعم، نكتفي بهذا القدر أستاذ وليد، نكتفي بهذا القدر. سنخوض بالتأكيد في الحديث. أوجه نفس السؤال أيضا للأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، هل لا زال بالإمكان فعلا يعني توحيد أجندة التحالف مع الشرعية في الأزمة في اليمن؟ أنا في اعتقادي لا يمكن أصلا هناك أجندة مختلفة لدى الحكومة الشرعية ولدى
التحالف الذي تقوده الإمارات والمملكة العربية السعودية. كما نعرف ويعرف الجميع، بالنسبة لأهداف التحالف هي في اعتقادي أنها أكثر اقتصادية من ما هي أكثر أمنية. يعني دخل التحالف بغرض أو تحت مسمى إعادة الشرعية، وأهدافه الآن هو السيطرة على الموانئ وعلى الجزر اليمنية، وهذه أهداف هي الأهداف البعيدة الأمد بالنسبة للتحالف الإماراتي والسعوديين، لأنهم يرون اليمن من رؤى اقتصادية وتهديد اقتصادي، لأن اليمن يقع على أهم مركز أو أهم موقع من أحد أهم المواقع الجغرافية في العالم، ويطل على مضيق باب المندب، ولديه الجزر والموانئ والموقع الهام الذي يستطيع ربط الشرقي بالغرب، وهذا بحد ذاته مستقبلا لو أقيمت الدولة في اليمن الاتحادية والدولة التي ستبني الاقتصاد اليمني، ذلك سيكون تهديدا مباشر لدبي وللمملكة العربية السعودية، وأيضا لمشروع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يتحدث على رؤيته ل 2030. وأنا في اعتقادي هذا هو هدفهم من التحالف مع اليمن. كما الآن على الأرض لا يوجد أي تحالف حقيقي، أسقطت ورقة الشرعية على الأرض، هناك ميليشيات في الجنوب وهناك ميليشيات في الشمال، ولا وجود للحكومة الشرعية كأدوات حكومية بعيدا عن الجيش الموالي للحكومة الشرعية. وأنا في اعتقادي أن الحكومة لن تعد إلا شيئا رمزيا ورقة. أستاذ إبراهيم، ألا تعتقد بأن هذا الطرح يعني فيه إجحاف كبير؟ كيف من يحكم اليمن الآن لم يعد شرعية في الداخل؟ إذن من يتحكم في المحافظات المحررة إذا يعني وافقناك الرأي فيما تقول؟ أنا في اعتقادي الأمور واضحة، من يتحكم على سبيل المثال في مأرب، هناك الحكومة الشرعية مدعومة ببعض أبناء المناطق التي أبناء محافظة مأرب، و ناس محسوبين على حزب الإصلاح على سبيل المثال في المناطق شبوة إلى حضرموت إلى عدن، كلها ميليشيات تؤتمر بشكل مباشر من قبل الإمارات والسعودية، تقوض الحكومة الشرعية، بل تستهدف معسكرات الحكومة الشرعية، هم من يدينونها وهم من أنشأوا حتى المجلس الانفصالي الجنوبي، مدير أمن عدن هو جزء من هذا المجلس، وأيضا الجنوبيين الذين يديرون المناطق ولاءهم أكثر للمجلس الانفصالي الجنوبي منه إلى الحكومة الشرعية، وهذا بات واضحا. أعطني وزارة واحدة تدار من قبل الحكومة الشرعية في عدن ويسمح لها يعني بالقيام بواجباتها ومسؤوليتها نحو المواطنين، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. الرئيس يمنع يعني من العودة إلى الوطن، الوزراء كذلك. عن أي حكومة شرعية نتحدث؟ طيب، الآن عن الأرض ما عدا تلك القوات المسلحة التي تتبع الشرعية، وأيضا تتبع بعض المناطق التي يوجد لديها ناس يعني محسوبين على اللواء علي محسن وعلى الإصلاح وعلى يعني أشخاص آخرين. طيب أستاذ وليد الأبارة، إذا الأستاذ إبراهيم القعطبي يقول للأسف الشديد يعني هناك يعني ربما إلى حد كبير بأن الشرعية قد سقطت حتى في المحافظات المحررة، ومعني من يعني يتحكمون بهذه المحافظات هي ميليشيات تدار من قبل الإمارات العربية المتحدة وتتلقى التوجيهات منهم، ما رأيك أنت؟ هناك أولا نقطة مركزية في الأزمة اليمنية بشكل عام، في كل مرة كنا نخوض حربا مع الحوثيين كان يخرج الحوثيين أقوى. الحوثيين اليوم جماعة إرهابية لم تعد تشكل خطرا وجوديا على المجتمع اليمني وحسب، وإنما على الإقليم وحتى العالم أيضا. لو اطلعت على البيان الأممي الذي صدر من مجلس الأمن قبل أسبوعين تقريبا، ذكر ذلك بأنهم طوروا نوع من الصواريخ أصبح يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وأيضا يمتلك ألغام بحرية، وشاهدنا حجم الألغام في كثير من المدن التي تم تحريرها مثل بيحان والمناطق الأخيرة. إذن منطقياً لم يكونوا أستاذ وليد، منطقياً إذن ليسوا ضعفاء ما دام هم الآن يطوروا هذه الصواريخ ووصلت إلى بعد 1000 كيلومتر، وصلت إلى وسط الرياض وبكميات كبيرة، هذا كيف تسميه ضعف؟ هذه جماعة إرهابية تشكل خطر وجودي، ولا يمكن أبداً في الجماعة الإرهابية أنك تقول أنا
هزمت هذه الجماعه الا حينما يتم استعاده كل المناطق التي تسيطر عليها. هذا من جانب. الجانب الاخر حينما نقول ويفترض انا لا اريد ان ادافع على احد، ولكن من حيث المنطق ونحن نتتبع سياق التحليل السياسي، الحكومه الشرعيه حينما انطلقت العاصفه لم تكن، كان الحوثيين قد احكموا سيطرتهم على كل شيء. بمعنى حينما نقول على ان التحالف في قوضة الشرعيه، الامور لا تسير بهذا الشكل. هناك مشكله، صحيح هناك بعض الالويه ما حدث في عدن او بعض الجماعات لم تأتمر بامر الحكومه وخرجت عنها، لكن في السياق العام من هو المتسبب الرئيسي الذي ادى الى نشوء مثل هذه الجماعات؟ لو لم يقتحم الحوثيين صنعاء ويسيطروا على مؤسسه الدوله وينهبوا الاسلحه، ولو لم يهاجموا بقيه محافظه الجمهوريه كما فعل المغول، لما وجدت هذه التكتلات وهذه التشكلات اصلا. وبالتالي بسبب انهيار الدوله، بسبب اضطرار المجتمع الى الدفاع عن نفسه، نشات مثل هذه المجاميع. وبالتالي الحكومه الشرعيه تواجه صعوبات، صحيح تواجه صعوبات، هناك بعض القضايا يجب ان تحل باسرع وقت ممكن، ولكن ايضا ان يحصل خلاف مثلا بين عبيده ومراد، نطلب من التحالف على انه ياتي ليغلب كف الطرف. هناك تباينات داخل الاطراف الشرعيه، هذا بلا شك، كما هناك تباينات داخل اطراف التحالف، وهذه امور طبيعيه جدا. ولكن في المقابل خلال الثلاث سنوات، صحيح ان الحوثي لم ينهزم على المستوى العسكري، ولا يزال يتحكم بالعاصمة التاريخية صنعاء، ولا يزال يحتفظ بجزء من قدراته الصاروخية والقتالية على الجبهات، وأيضا لا يزال قادر على التحشيد ورفض الجبهات، هذا صحيح، وأيضا شاهدنا آخر حشد الفترة الأخيرة. ولكن بالمقابل أين، ما الذي أنجزه التحالف والجيش الوطني بقيادة الشرعية وبقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ نعم، تحرير معظم المحافظة الجنوبية، تم تحرير الآن هناك أكثر من 12 جبهة مشتعلة، هناك جبهة صرواح، جبهة بيحان، جبهة البيضاء، جبهة السعى الغربي، كثير من الجبهات. طيب. إذن هناك طيب. وضحت هذه الفكرة، مواجهات حقيقية. نعم، طيب أستاذ إبراهيم القاطبي، إذن نعم في هذا الظرف الحساس يحتاج المجتمع أن يقوم دوره، الجميع، لأن في حالة إن لم نستطيع أن نستشعر بخطورة هذه الميليشيات على أنها خطر وجودي مركزي على كافة القوى السياسية، سواء المضوية تحت الشرعية أو التي لا تزال صامتة ومتواجدين في الداخل، أو لك الذين خرجوا خارج اليمن، هذه الميليشيات تشكل خطر مركزي. ومهمة الحكومة اليوم والتحالف، مهمة كل الأحراف الشرفة، هو التركيز على هزيمة هذه الميليشيات، وإلا بالفعل سيكون المستقبل غير واعد في ظل سيطرة الميليشيات على أجزاء طيب. كبيرة من اليمن. طيب أستاذ إبراهيم القاطبي، إذن الأستاذ وليد يقول صحيح أن الميليشيا لم تنهزم عسكريا إلى اللحظة، لكن هناك يعني التحالف العربي حقق مع الجيش الوطني والشرعية انتصارات كبيرة في مختلف الجبهات، حرر العديد من المحافظات، ويجب على الجميع أيضا الآن أن يتحد جميعا نحو الهدف الأهم، وهي ميليشيات الحوثي والتجاوز كل التباينات والخلاف. هل فعلا هذه السنوات كانت يعني بالنظر إلى ما تحقق للشرعية والدولة كافي، أم لو كان هناك ربما تحرك أكبر ربما لا أنجزت معركة اليمن؟ ما رأيك أنت؟ أنا في اعتقادي هذا مغالطة كبيرة، يعني أن الجيش الوطني يمنع من المضي قدما و يعني في جبهة النهم منذ ثلاث سنوات لا يحرك ساكنا، يعني في وفي موقع الدفاع، يعني منتظر في اي لحظه ميليشيات الحوثي للانقضاض عليهم، يعني اكثر من ثلاث سنوات في تعز كل القوات يا اخي في الحدود التشطيريه هناك، يعني الان حتى التحالف العربي لا يهاجم الحوثيين، لم نسمع استهدافا لحوثيا واحدا على مر السنه الماضيه، لم نسمع يعني استهداف لمواقع عسكريه حوثيه، بل بالامس كانوا يستعرضون في ميدان التحرير وفي ميدان السبعين في صنعاء بكل الكم الهائل من 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 الجنود ومن الجيش، ولم يعني يستهدفهم
تستهدفهم قوات التحالف، بينما تذهب قوات التحالف احيانا استهداف لمعسكرات الشرعيه يعني. فلماذا نكذب على انفسنا ونظل نضلل الراي العام عن هذه الحقائق؟ هناك انا في اعتقادي امور اصبحت واضحه، ليس عند التحالف العربي التحالف الاماراتي السعودي مشكله مع الحوثيون اذا حكموا الشمال، طالما وانهم يعني يوقفون تحالفهم مع الايرانيين، وليس لديهم مشكله مع الانفصاليين طالما وهم يحققون لهم الاهداف يعني بالاستحواذ على الموانئ وعلى الاقتصاد وعلى منابع النفط وعلى الجزر وكل تلك المواقع الهامه. الامور اصبحت واضحه، يعني لا يوجد مؤسسات حكوميه تابعه للشرعيه في المناطق المحرره وبالذات المناطق الجنوبيه. اعط لي مؤسسه تتبع الان الحكومة الشرعية تقوم بوظائفها دون عراقيل من المجلس الانفصالي. إذن هذا المشكلة، إذن المشكلة المشكلة مشتركة، الوزراء كلهم المشكلة مشتركة أستاذ إبراهيم. إذن المشكلة مشتركة، وربما هي في الأساس هي في الحكومة الشرعية التي لا تمارس مهامها ولا يعني تعود إلى الداخل. البعض يقول كذا، يقول نحن ما الذي بيدنا أن نعمل؟ نحن دعمناكم عسكريا، دعمناكم ماليا، دعمناكم في مختلف المجالات، إذن أنتم لما يعني المشكلة فيكم أنتم؟ لا بالعكس، هناك مشكلة حقيقية في الحكومة الشرعية بلا شك، لكن المشكلة الأكبر أن الحكومة الشرعية نفسها مقيدة، يتم احتجاز الوزراء والحكومة وقادة الجيش في المملكة العربية السعودية. يعني قادة الجيش في المملكة العربية السعودية، الرئيس في المملكة العربية السعودية، الوزراء في المملكة العربية السعودية، كيف سيحرك هؤلاء مؤسسات الدولة وهم في الفنادق في المملكة العربية السعودية؟ أيضا يعني كيف يقول أنه ساعدوا الحكومة الشرعية وأن هذا مشكلتهم في الوقت الذين يمولون ميليشيات تقوض الحكومة الشرعية في جنوب الوطن ويتم يعني إعطائها السلاح والمال، بل وينقل قادتها عبر الطائرات السعودية والإماراتية ويتجولون في الدول الخليجية؟ عن ماذا نتحدث؟ يعني يسمح لقادة ميليشيات بالتنقل في المحافظات التي يعتبر أنها تكون محررة، لكن أعضاء الحكومة الشرعية التي أتت من أجلها دول التحالف يمنعون من العودة إلى الوطن عن أي دعم. نتحدث هناك طيب نقطة مهمة. نعم 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 أستاذ إبراهيم، نقطة مهمة. ميليشيات سوف تنقلب. نعم إذن أستاذ وليد، الأستاذ إبراهيم يقول كيف يمكن أن نسميه دعم للشرعية يعني الحكومة والرئيس محتجزون في الرياض ولا يسمح لهم بالعودة؟ وقد أتى أيضا هذا الكلام على يعني لسان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وأيضا على وزير الدولة الصايدي، كلهم تحدثوا بأن وزير الخدمة المدنية، نعم، ونائب رئيس الوزراء وأيضا وزير الدولة صلاح الصيادي تحدثوا بصريح العبارة أنه يعني تقوض ولا يستطيع الرئيس أن يعود إلى عدن لممارسة مهامه. في الوقت الآخر أيضا اختلفت أهداف التحالف ولم تعد بتلك الأهداف التي بدأت عاصفة الحزم في 26 من مارس عام 2015. أولا موضوع الاحتجاز لم يتحدث جباري عن موضوع الاحتجاز، موضوع صلاح الصيادي تحدث عن الاحتجاز، لكنه في المقابل بعد أن ذكر في البوست أنه هناك احتجاز لفخامة الرئيس هذه ذهب هو أيضا إلى الرياض. وبالتالي دعني أقول على أنه موضوع الاحتجاز أعتقد أن محاولة إثبات شيء أو نفيه بالسياسة لا يتم إلا عبر الدلائل، وبالتالي هذه مواضيع أنا أعتبرها جزء من الصحافة الصفراء. لكن بشكل أو بآخر في نقطة جوهرية أود أن أقولها. نعم، لا يمكن أبدا أن ننظر إلى الأزمة اليمنية من زاوية معينة بناء على الأجندة السياسية معينة أو بناء على مواقف أو بناء على انتماء سياسي. اليمن واحد وهي قضية مركبة متشابكة. مثلا كم استغرق التحالف الدولي لمواجهة داعش حتى هزيمة داعش؟ كيف وقف، ما هو كيف كان موقف المجتمع الدولي و أستاذ وليد، أستاذ وليد لو سمحت لي، أستاذ وليد أستاذ وليد لو سمحت لي، أستاذ وليد وفي نفس أستاذ وليد لو سمحت لي، يعني لا يختلف اثنان على ما تقوله وما تطرحه،
لكن يا أستاذ وليد الـ يعني دائما الجيش الوطني يعلن أكثر من مرة بأنه في أتم الاستعداد وقادر على الحسم، ولكن في الأخير يتم الإعلان عن خطة عسكرية وسيحدث دخول صنعاء واقتحام صنعاء، فجأة تأتي الأوامر من التحالف العربي وتعيق تقدم الجيش أو الدخول، أو يتم يعني عدم تقديم الدعم الكافي للجيش للتقدم. بمعنى آخر هناك يقول منه القرار سياسي وليس عسكري، لو فعلا التحالف العربي اتخذ القرار لا حررت صنعاء وانتهت المعركة من قبل عامان. يعني كانت هناك يعني تجارب كثيرة، ما حصل في عدن خير دليل، ما حصل في المخا، ما حصل في الجوف، ما حصل في مأرب، لكن هناك أيضا الآن اختلفت الأجندة وربما لهم آراء سياسية وأهداف سياسية غير التي أعلنوا عنها، وهنا سبب المشكلة وليست في الجيش الوطني، ولا يمكن مقارنة ما هو في العراق بما هو في اليمن. أقول لك مثلا الموقف الدولي قدم دعم غير محدود للجيش العراقي والحشد الشعبي والحكومة العراقية في المجتمع الدولي. نعم، حتى على مستوى التسليح أو التدريب اليمني، هذا جانب. الموضوع الآخر دعني أقول على أنه موضوع بالنسبة للقرار الحرب تتخذ قرار الحرب ويتخذ مرة واحدة ولا يتخذ أكثر من مرة، بمعنى هناك مواجهات حقيقية قلت لك تدور على الميدان. مسألة أنه الحسم السياسي أن تحدث على أنه تم هزيمة الحوثيين في المناطق التي لا يوجد لديها حواضن، هذا كان جزء وعامل كبير جدا وحاسم في المعركة. الآن الحوثي في كثير من المناطق التي تمركز باستثناء البيضاء والحديدة وريمة يتمركز داخل حواضنه الاجتماعية، وبالتالي هذا يعقد مسألة الحرب أيضا. وهناك عوامل كثيرة لو أردنا أن نتطرق إليها بشكل فني ومهني أيضا سنجد على أنه هناك كثير من المواضيع. صحيح هناك نقص في التسليح، ولكن أيضا هناك جزء يتعلق بانضباط المعركة، جزء يتعلق بمركزية إدارة الجيش، يتعلق بأشياء كثيرة. نحن في اليمن لم نرث دولة وليس لدينا بمعنى ما يعني أستاذ وليد من خلال ما فهمته من كلامك. نعم أستاذ وليد، وبالتالي هناك صعوبات، هناك صعوبات صحيح، ولكن الجيش الوطني الآن يخوض معارك على أكثر من جبهة. رأينا تقدم خلال يومين في برة العنان في الجوف وسقوط أيضا معسكر، هناك مواجهات حقيقية الآن في البيضاء، وهناك على أكثر تقريبا من 4 مديريات، وهناك مواجهات في الساحل الغربي، وقد تسقط الجراحي خلال يومين أو خلال الأسبوع القادم. نعم أستاذ وليد أفهم من كلامك، نعم اسمح لي أستاذ وليد أفهم من كلامك بأن التحالف العربي لم ينحرف على الأهداف ولا زالت نفس الرؤى والأهداف التي أعلنها في عاصفة الحزم في 25 مارس ولم يتغير شيء، وهم ماضون في نفس الأهداف التي تم الإعلان عنها، أليس هذا ما تريد القول؟ الحرب أصلاً أجبني بشكل مباشر هل التحالف العربي انحرف أم لا؟ الحرب يا صديقي، الحرب يا عزيزي، الحرب انطلقت من أجل هزيمة الحوثيين، ولا يزال الحوثيين يسيطرون على العاصمة التاريخية صنعاء بشكل أو بآخر. لا يوجد من خيار آخر لنا كيمنيين أو للحكومة الشرعية أو للتحالف العربي إلا بهزيمة الحوثيين، لا يوجد خيار آخر. قلت لك هذه مسألة اضطرارية، الحكومة، اليمنيين، التحالف لم يذهبوا لمواجهة الحوثيين باختيارهم، ولم يكن مجرد نزوة، وإنما اضطرار وجودي الحوثي دفع الكل إلى هذه المرحلة الصفرية من المواجهات. وبالتالي الحكومة الشرعية، الجيش الوطني، المعارك مستمرة، الطيران مستمر، التحالف العربي مستمر، وستستمر المعركة حتى هزيمة الحوثيين. ليس هناك من خيار آخر، وليس هناك من خيار آخر أيضا. نعم طيب، إذن أستاذ إبراهيم القاطبي، إذن الأستاذ وليد المعركة مستمرة والأهداف لا زالت كما هي، وستستمر هذه المعركة حتى يتم القضاء على ميليشيات الحوثي، ولم يتغير شيء. إذن ما تقوله وأيضا سمعنا أو ما يقوله ربما حتى نائب رئيس الوزراء عبد العزيز الجيباني وأيضا الصايدي ربما هي يعني ليست صحيحة أو دقيقة على الأقل. أنا في اعتقادي هناك أيضا رسالة واضحة من الحكومة الشرعية لمجلس الأمن تتحدث على تقويض الشرعية في المناطق الجنوبية ودعم لميليشيات الأحزمة الأمنية التي تقودها الإمارات، تدخل سافر واضح ويعرقل العمل والأهداف التي
أتت من أجله، أو تقول التي تقول أنها أن دول التحالف العربي أتت من أجله. الشيء الواضح تماما يعني حتى الحديث عن انحراف التحالف العربي من أهدافه المعلنة، أنا في اعتقادي هو ليس انحرافا، هو اتضاحا، يعني الأمور أصبحت واضحة للشعب اليمني أنهم لم يأتوا من أجل اليمنيين، أنهم لم يأتوا من أجل استعادة الشرعية، أنهم لم يأتوا من أجل خاطر عيون اليمنيين، وإنما أتوا لأهدافهم التي كانوا يخططون لها منذ عقود. أصبحت لهم الفرصة ملائمة، استهداف الجيش الوطني واستهداف حتى الجيش اليمني في عهد الذي كان في عهد المخلوع كان واضحا، استهداف البنية التحتية اليمنية، استهداف اليمنيين، حصار اليمنيين الآن وتركيعهم وتحويلهم إلى فقط مجرد مخيم للاجئين، يتحدثون عن المعونات الإنسانية لليمنيين، هناك حصار حتى في المناطق التي تسيطر عليها دول التحالف العربي، لا يمنع اليمني من الدخول والخروج إلى وطنه من المعابر ومن الموانئ ومن المطارات في الجنوب والمناطق المحررة عليها. عندما يتحدث الأخ عن هناك مناورات أو حرب في الساحل الغربي، الناس يدركون تماما أنه الميناء الأخير التي تود المملكة العربية السعودية والإمارات السيطرة عليه هو ميناء الحديدة، فلذلك ذهبت للحرب هناك وتركت الجبهات المهمة كمأرب، نهم، والجوف، والبيضة، وتعز، يعني تستهدف من قبل الحوثيين. هذه الأمور أصبحت واضحة، لماذا فقط يركزون على الحديدة ويتركون المناطق الأكثر أهمية من لاستهداف الحوثي وعدم دعم المواطنين؟ ثانيا، الحرب الذي يجري الآن والمعارك التي تجري في البيضاء ومناطق أخرى، هم أصحاب المكان، أصحاب الأرض، يدافعون على مدنهم وعلى محافظاتهم وبدون دعم حتى من الحكومة الشرعية ولا من التحالف العربي. هؤلاء مناطق البيضاء يدافعون على أرضهم وعلى عرضهم وعلى مناطقهم بدون أي دعم من قبل التحالف العربي، فلذلك يجب أن نميز يعني مناطق هذه المناطق التي تدافع على نفسها وبين ما يقوم به التحالف العربي. هناك إسقاط لكل المشروع اليمني. أنا في اعتقادي أنه نحن لدينا في اليمن ثقافة، ربما لدينا أواصر مشتركة مع الأشقاء في السعودية والإمارات وغيرها، لكن لدينا ثقافة مختلفة. نحن الدولة نبحث عن الديمقراطية وعن الفيدرالية وعن اللامركزية وعن أن يسود الشعب نفسه، أن يقود الشعب نفسه بنفسه، بخلاف المملكة العربية السعودية وال طيب أستاذ وليد، الإمارات نحن لدينا ثقافة مشتركة مختلفة، لدينا نفكر أستاذ إبراهيم، لكن فلذلك هذا يتناقض مع المشروع. أستاذ إبراهيم، لكن ألا تعتقد بأن ما طرحته هو إجحاف بحق التحالف الذي ضحى يعني بجنوده، ضحى بالمال، طيران التحالف، مليارات الدولارات تصرف يوميا على هذه الغارات الجوية وعلى هذه المعركة، مد الحكومة الشرعية بما يعني بكل ما تحتاج، استضافة الرئيس والحكومة الشرعية في الرياض ولا زالت تقدم قوافل الإغاثة، كل هذا تنكرونه وأصبح التحالف شر محض؟ أنا في اعتقادي الخاسر الأكبر في هذه المعركة وجلب هذا التحالف هو الشعب اليمني. يعني أنت تتحدث عن أنهم خسروا صواريخ وقوة عسكرية، وهناك الآلاف من اليمنيين الذين قتلوا، هناك المئات الآلاف من اليمنيين المشردين في جميع أنحاء العالم ولا يستطيعون العودة إلى اليمن، هناك حصار، هناك الملايين من اليمنيين الذين يبحثون على لقمة العيش يوميا ولا يستطيعون الحصول لا على العلاج ولا على التعليم ولا على أي شيء. عن أي خسارة تتحدث؟ هؤلاء دمروا بنيتنا التحتية ولم يساعدوا حتى الحكومة الشرعية. أي يعني إعطاء 2000 ريال سعودي لوزير في السعودية لا يعني إنجازا ولا يعني دعما للحكومة اليمنية. هناك يعني الآن يتم نهب النفط اليمني من بلحاف ومناطق أخرى من قبل الإمارات والسعودية. هناك يعني تم تجميد الموانئ اليمنية، والآن الملاحة الدولية تحركت على جدة وعلى أبو دبي وعلى جيبوتي، بينما الموانئ اليمنية شبه يعني نائمة ومرقدة بالزيرو. الآن احنا نتكلم على صفر، الموانئ اليمنية لا تستقبل أي شيء حتى المواد الغذائية لليمنيين. فعين أي تحالف تتحدث وعن طيب أي أستاذ إبراهيم، وضحت الفكرة. خسارة خسارتهم أستاذ وليد الأبارة. نعم أستاذ وليد الأبارة، إذن التحالف أغلق الموانئ
التحالف الآن يصدر النفط اليمني ويبيعه بعيدا عن رقابة الحكومة الشرعية. التحالف حول اليمن إلى حصار خانق على معظم اليمين، حتى الإغاثة لا يسمح لها. ما رأيك بهذا الطرح الذي يقوله الأستاذ إبراهيم؟ أولا نعم، مهتم بتحرير معركة الساحل فيما أهمل بقية الجبهة. نعم، الغربي لا يشكل أكثر من 28% من القوات المتواجدة في نهم مثلا. نعم، هناك في نهم أكثر من 13 لواء عسكري يتواجد بكل اعتادة، وهي كانت أهم ألوية داخل الجيش الوطني بما فيها الوارقة، والألوية التي يعود تاريخها إلى مطلع ثورة 26 سبتمبر، وهي ألوية كانت مسلحة بشكل جيد وعقيدتها العسكرية جمهورية نقية. فيما يتعلق بالبيضاء، صحيح أنه في فترة من الفترات لأسباب موقع البيضاء أو ربما كان هناك سوء تقدير فيما يتعلق بمناطق الوسط، ترك الناس أو المقاومة تقاتل بمفردها، ولكن مؤخرا تم تشكيل محور بقيادة اللواء مفرح بحيبة يتكون من 5 ألوية. تتواجد هذه الألوية في 5 مديريات، 3 منها في شبوة و2 في مأرب، وتم اتخاذ هذه المنطقة نعم. أستاذ وليد، حتى لا يذهب الحديث في تعدد، هذا أولا. أستاذ وليد، حتى لا يذهب الحديث في يعني نعدد الجبهات، الجميع يعرف الجبهات ويعرف ماذا تفعل الجبهات وما هي المعركة. أجبني على سؤالي الذي قاله الأستاذ إبراهيم بأن التحالف حول اليمن إلى سجن كبير يمنع الإغاثة، قام بإغلاق جميع الموانئ، قام بتصدير النفط بعيدا عن الحكومة الشرعية. يا أخي، التحالف العربي قدم فيما يتعلق بالإغاثة 1,500,000,000 دولار استجابة للخطة التي أعلنها الأمم المتحدة في اليمن، مقدرة ب3 تريليون، دفع أكثر من النصف. هذا أولا. اثنين، ما يتعلق ميناء الحديدة، ميناء الحديدة كان يستخدم من أجل، معروف أن الحوثيين يستغلوه بشكل خاطئ، وفي ذات الوقت من هم الحوثيين؟ جماعة إرهابية يديروا منفذ يفترض أن تديره الحكومة السورية. فيما يتعلق بأنه لا يوجد حركة تجارية داخل ميناء عدن، هذا يرجع بدرجة رئيسية إلى الحرب. لا يمكن أبدا أن تأتي سفن والشركات العالمية لتعمل في بلاد فيها حرب. طبعا كي تعود هذه المؤسسات التجارية وكي من جديد يعود الاقتصاد الوطني الى واقعه، وعندما منعت اموال البنك المركزي اليمني رواتب الموظفين من الدخول في ميناء عدن، ماذا تسميه استاذ وليد؟ بالتاكيد كل ان كانت الحكومه بالفعل وجدت بشكل لا لبس فيه على أن هناك من يعيق وصول أموال إليها واستخدامها أو دفعها في طل عملها اليومي، سواء دفع الأجور والمرتبات أو دفع نفقات الحرب أو الموازنة التشغيلية إلى آخره، فبالتأكيد هذا غير جائز بكل شكل. إحنا نريد في الأخير الحكومة أن تستعيد اليمن، كل اليمن، وأن يسيطر الجيش اليمني على كافة التراب الوطني، وأن يتم إنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية أو إنزال الدستور والاستفتاء عليه. معنى نريد يمنا كما هو لكل بلدان العالم، هذا بلا شك. ولكن دعني أقول لك على أنه هناك ميليشيات إرهابية تسيطر على مؤسسة الدولة وعلى العاصمة التاريخية، وأنا أتحدث ونأتي للتحدث على خلافات هنا أو هناك. هناك ميليشيا لا تسيطر على العاصمة التاريخية. من يريد أن يحكم اليمن أولا عليه أن يستعيد صنعاء، وبالتالي ما يجب التركيز عليها الآن وفي هذا الظرف الراهن هو كيف يجب أن نهزم الحوثيين، كيف يجب أن نستعد العاصمة التاريخية، كيف يجب أن نستعد مؤسسات الدولة، كيف نعيد سيادة القانون، كيف نعيد أدوات الضبط القضائي، كيف يمكن أن كلما ذكرته أستاذ وليد، كلما ذكرته يا نقاط مهمة، وبالدرجة الأساسية الأولى يجب أن تكون هناك وقفة مصارحة
وبكل صراحة وجرأة مع التحالف العربي والحكومة الشرعية عن ماذا يريدون من أجل أن تحقق كل الأهداف التي طرحتها. أستاذ إبراهيم القعطبي، من يقول الآن بأن الإمارات العربية المتحدة والتحالف الآن ما يقوم به بالمحافظات الجنوبية هو احتلال، كيف تنظر أنت لهذا الطرح؟ هذا احتلال بكل معنى الكلمة. الآن كما ذكرت يعني يصدرون النفط بدون علم الحكومة اليمنية، يمنعون الوزراء من زيارة الموانئ من خلال الميليشيات التي يمونونها، يقومون ببناء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية، وعلى سبيل المثال جزيرة ميون التي تبني فيها قاعدة عسكرية الإمارات العربية المتحدة. هناك يعني القرار أصبح بيد الإمارات والسعودية أكثر منه من الحكومة الشرعية. يعني وإذا تحدثنا أيضا على وتيرة أنه يجب أن نراعي وأن نهزم الحوثيون، إذا كان التحرك العسكري بهذه الوتيرة فنحن بحاجة إلى 20 إلى 50 سنة للوصول إلى صنعاء. نحن الآن ما يقارب الأربع سنوات وما زلنا في جبهة نهم. إذا تحدثنا بهذه الطريقة وفكرنا، إذا ما زال التحالف العربي يفكر بكيف، فهذا مسألة خطيرة جدا، ونحن نتحدث عن 50 سنة حرب ولن نصل إلى الحوثيون. أنا في اعتقادي الآن أنه وجب إسقاط التحالف الشرعي قبل أن نسقط الحوثيون. الحوثيون أعداء تاريخيين وسيسقطون، لكن المشكلة الآن هي الطعنات التي تأتي من الخلف من قبل التحالف العربي الذي يقوض الشرعية التي كان من المفترض أن يكون هناك وراءها اصطفافا شعبيا كبيرا في الداخل، وأن تكون هي القيادة، وأن لا يكون هناك ميليشيات أخرى في الجنوب تعرقل عمل الحكومة الشرعية والاصطفاف الوطني ودحر الحوثيون. لا طيب. يمكن الآن أستاذ إبراهيم. دحر الحوثيون نعم. هناك أستاذ إبراهيم. في المناطق الشمالية إذا كان هناك طعنات نعم. خلفية من أستاذ قبل إبراهيم. الميليشيات الجنوبية ومن قبل التحالف العربي. نعم، إذا كان ما تقوله صحيح، إذن ما الذي يمنع الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية أن تتحدث بكل صراحة بأن هذه الممارسات هي خرجت عن الأهداف التي جاء التحالف العربي يعني من أجل تنفيذها في اليمن، وما يقومون به هو احتلال؟ ما الذي يمنعهم أصلا؟ أنا في اعتقادي الأمر أصبح يعني معرقلا ومخيفا بالنسبة للحكومة الشرعية. قد سحبوا البساط كله من تحتها، أي بمعنى أصح أنه لو تذهب الشرعية بمواجهة مباشرة مع الإمارات والسعودية لسحبوا من تحتها حتى إطار الشرعية، لأنهم قد استبدلوا الشرعية بميليشيات في المناطق المحررة وفي مناطق أخرى، اشتروا كثير من الولاءات التي كان من المفترض أن تذهب نحو الحكومة الشرعية ويستطيعون تقويضها. إذن ما الذي بيد الرئيس هادي والحكومة الشرعية؟ إذن ما الذي بيد الرئيس هادي والشرعية؟ يلعبون على هي الملف، هي الورقة الشرعية الوحيدة. لو حركوها بطريقة محترمة، لو ذهبوا إلى المجتمع الدولي وطلبوا منه المساعدة بالتخلص من هذه الميليشيات، لو توجهوا بشكل مباشر إلى ألمانيا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا وإلى الدول المؤثرة في الداخل اليمني والتي تعطي غطاء أصلا للإمارات والسعودية والتي تدافع عليها، وتتحدث معهم بشكل مباشر أن تحافظ على المصالح المشتركة. العالم يبحث عن مصالحه في اليمن، العالم أتى إلى اليمن من أجل أن هناك موقع استراتيجي مهم، وأن هناك آبار نفط، وأن اليمن واعدة وفيها الخير. ولذلك طيب. أنا في اعتقادي أن المشكلة في الشرعية وضعت كل بيضها في شلات في سلة الإمارات والسعودية، والدولتين هذه بنفسها بحاجة إلى حماية من بريطانيا ومن ولكن هناك الولايات المتحدة. نعم. فلذلك من المعقول نعم. إذا كنت تبحث عن دولة تذهب طيب. الدولة التي هي طيب أستاذ إبراهيم نعم اسمح لي. أستاذ وليد الأبارة، هل يعني ما يقوله الأستاذ إبراهيم يعني تتفق معه أم تعارضه بأنه يجب على الشرعية أن تتحرك وتبحث عن خيارات أخرى غير التحالف العربي الإمارات والسعودية الذين كما يقول وضعت الشرعية كل البيض في سلة واحدة وأعطتها للتحالف العربي الذي هو فعليا يبحث عن من يحميه ومن يدافع عنه؟ أولا، من يقول على أن الأولوية هي مواجهة التحالف وقبل الجماعة الإرهابية الحوثية، هذا منطق يفتقد إلى الصواب. موضوع الاحتلال
أعتقد أن هذا الصوت يخدم الحوثيين كثيرا، و ربما إذا كانت الحوثي يقول عدوان، هؤلاء يقولون احتلال. بمعنى هذه أقصد العدمية السياسية في الرؤية للواقع اليمني تصب في مصلحة الحوثيين حقيقة. هذا من جانب. الجانب الآخر تحدث عن ألمانيا، دعني أقول له على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا تدعم الحوثيين ومتحالفة مع إيران، وهذا موجود داخل كافة المؤسسات الدولية لكي يعلم. نعم. وبالتالي ما هو الممكن الآن؟ الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الشرعي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه. عبد ربه منصور هادي هو صعد بإرادة شعبية، وبالتالي سيرحل بإرادة شرعية أخرى حينما توافر الظروف الديمقراطية ويتم استعادة العاصمة. الآن هذه الجمهورية اليمنية، رمزية الجمهورية موجودة في العاصمة، العاصمة صنعاء، وكل مؤسساتها القضائية والسيادية والعسكرية والأمنية والخارجية وإلى آخره يسيطر عليها الحوثيين. طيب وبالتالي استاذ وليد، كي لم يتبقى تستعيد لدينا وقت كي كافي. استاذ وليد اسمع، سؤال يعني، يعني امام كل ما طرحته الان وكل ما هو حاصل الان في الازمه اليمنيه، هل ستشهد الان العلاقه وقفه جاده من التحالف العربي والحكومه الشرعيه وتتحد الرؤيه ويتم مراجعه ما الاخطاء السابقه حتى يتم يعني الجميع يوحد الهدف وهو اسقاط الانقلاب، ام سنشهد مزيد من التشظي، مزيد من الانقسام في جبهه الشرعيه وجبهه التحالف؟ هذا ما نأمله، بأنه يتم مراجعة تأخر المعركة. هذا سؤال مصيري، وأيضا كيف يمكن أن تستعد العاصمة في فترة زمنية أقل وبتكلفة بشرية أقل، لأن هناك الكثير حقيقة من التضحيات يقدمها الجيش الوطني، وفي خصوص الشباب بالتحديد عن التحقق الجيش وبشكل عام. لذلك أيضا أن يتم تطوير العلاقة ما بين الحكومة الشرعية والتحالف، تصبح علاقة استراتيجية أيضا، لا تشمل فقط هزيمة الحوثيين، طيب وإنما تمتد نعم لما بعد هزيمة استاذ الحوثيين في وليد، الإعمار وإعادة استاذ التنمية وليد إلى باختصار آخره. شديد لو سمحت، استاذ وليد يعني هل التحالف العربي الان عاجز ان يؤمن عدن اذا كان صادق فعلا في معركه دعم الشرعيه والحكومه وعوده اليمن؟ هل هو عاجز عن ان يؤمن عدن ويعيد الحكومه ويدعمها ويعاد الرئيس عبد ربه منصور هادي الى عدن، ويعني يشعر الناس فعلا ان عدن محرره والمحافظات المحرره بشكل كامل تخضع للسلطه الشرعيه، ومن ثم نتحدث ايضا عن فتح صنعاء وهزيمة الانقلاب في صنعاء؟ أنا شخصياً أتفهم دعوة الكثيرين عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، بل أنني أتمنى من كل قلبي حقيقة أن يعود الحكومة، كافة الحكومة، إلى مأرب وتعز وعدن أيضاً، وإلى بقية المحافظات، لأن هذا سيشكل عامل حاسم فيما يتعلق بالمعركة، ومحفز أيضاً لمعنويات الجنود بشكل أو بآخر. نأمل في قادم الأيام أن تعود الحكومة لتمارس مهامها من الأراضي اليمنية، وبالتالي هذا أجد فيه أنا في هذه الدعوة منطق، وبالتالي نحن مع عودة الحكومة الشرعية بشكل أو بآخر، ونأمل في قادم الأيام أن تعود. هناك بعض الإشكاليات نأمل أيضا أن يتم حلها. طبعا هناك مزاج أو احتقان موجود في الجنوب أيضا، وهذا ليس وليد اللحظة، وإنما منذ طيب 2007، وهو جزء من مترتبات حرب 94. نأمل من العقلاء أن يبذلوا جهد حقيقي في إطار إيجاد نعم آلية للتواصل بين نعم القوى الشرعية فيما بينها، لتوحيد الصفوف، توحيد وجهات النظر، طيب استاذ وليد، ومحاولة التماسك حتى إنجاز الهدف. نعم استاذ ابراهيم القعطبي، امام التهديد الان الخطير الذي ظهرت بها ميليشيا الحوثي واستهدفت الرياض على وجه التحديد بصواريخ باليستيه متطوره، وامام هذه المشاكل التي حدثت الان في جبهه الشرعيه وفي المحافظات المحرره، هل ستشهد الان العلاقه بين التحالف واليمن مراجعه ويعني وقوف بجديه من اجل يعني استعاده تلك القوة التي بدأت بها من أجل هزيمة الانقلاب ومن أجل أيضا الحفاظ على الأمن الإقليمي للمملكة العربية السعودية، أم ستستمر نفس السياسة حتى يقع الفاس بالرأس؟ بدقيقة أخيرة أستاذ إبراهيم. نعم أنا في اعتقادي التحالف العربي لا يوجد لديه أي استهداف
التحالف العربي لا يوجد لديه أي استراتيجية بحسم المعركة ضد الحوثيين، وهم دخلوا اليمن بدون استراتيجية، واستراتيجيتهم الوحيدة بعدت واضحة لليمنيين ككل. أنا في اعتقادي الآن يعني الأمنية شيء والواقع شيء آخر، ومعاناة اليمنيين وظروفهم الإنسانية شيء آخر تماما. الآن يجب على الحكومة الشرعية وضع التحالف العربي أمام خيارين، إما دعمها للحكومة الشرعية بدون أي مقابل وسحب الدعم التي تقدمه دول التحالف للمجلس الانفصالي والماليشيات، أو أن تسحب منها الشرعية وشرعية التدخل في اليمن ويدع الشعب اليمني يواجه مصيره. وأنا أعتقد أن الشعب اليمني سينتصر في آخر اليوم. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي، كنت معنا من نيويورك، والشكر أيضا للصحفي وليد الأبارة كان معنا من الرياض. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي، وأيضا في التنسيق الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.